السلام عليكم. عندي مجموعة من النقاط دائرة داخل فيها، وإن شاء الله أقدر أوصل المعلومة بتاعتي على أكمل وجه. أنا في الحقيقة حضرت الركن من بداية، لكن ما طلعت بأي حاجة من الركن ده. كله الركن ده كله عبارة عن هتر، وعبارة عن كلام فارغ، وعبارة عن لعب بالآيات وبالأحاديث وضحك وكلام ما عنده أي معنى. وزي ما قال المداخل قبالي، الناس اللي قاعد تحضر لكم هنا دي كلها جاية بس دارت تستمتع بالضحك، ولأنها قاصة موضوع بس، لكن ما دارت تستفيد أي حاجة، لأنه ما قاعد تقدم أي حاجة. وأنا قاعد في الداخلية دي عندي سنتين ولا ثلاثة، ما حصل طلعت بأي حاجة معلومة. أنتوا ما بتتطوروا نهائي يعني؟ يا اخي انا قبل اسبوعين حضرت لي ركن لانصار السنه ديل، والله صراحه يعني الناس ديل ماشيين في التطور، على الرغم انهم يعني بنطلقوا معاكم من نفس الارضيه يا اهل الارضيه السلفيه الماضويه دي، لكن ماشيين كويس. بيتحدث عن التيارات النسبيه والتيار الليبرالي والتيار الاشتراكي والتيارات بتاعت ما بعد النسبيه، وقبل اسبوع عندهم ركن عن القبيله وأسرع على عملية الاستغلال الاستقرار السياسي. ده كله بالنسبة لي مواضيع سرة، لكن كلكم غير الصوفية سو ومعارف الجمهوريين والشيوعيين ويتا ويتا. خلوا الهتر والكلام الفارغ، تعالوا قدموا. الليلة عندنا أزمات موجودة هنا، في أزمة بتاعت بنزين وفي أزمة بتاعت خبز، ما لكم ما تجوا تتطرقوا لها هنا يعني؟ ها؟ وبعدين شنو؟ الدين ده تكفروا في داك وتعملوا في داك انتوا وكلاء الله في الارض دي يعني؟ الا اداكم الحق ده منه اصلا يعني انتوا تكفروا وتعملوا؟ التكفير ده عين هوي هوي الكفر منو والسوى منو ده ما 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 بتقولوا لي يعني احنا يعني؟ التكفير ده شنو؟ يعني الا تقول للزول ده كافر وما انتوا قاعدين تكفروا؟ هسي بتقولوا الجمهوريين والشيوعيين والكيزان ذاتهم كفار، والكيزان ديل انتوا من بدري مالكم ما تقولون كفار؟ عاينوا هنا دقيقة عاينوا وي دي مداخلة. أنا بعد أقول كلامي ده بعد ذاك عندكم أي حاجة أنت قولوها قولوها، عندي نقاط أنا لاسي ما خشيت فيها. شوفوا جايكم أنا ما ناسيكم بالمناسبة. خلافنا كده الصفاحين اللي جاهم جنب صح. عاينوا هنا الناس زي القبيل قالوا كلام خطير جدا. اللي هو قال شنو؟ قال انه نحن خلافنا مع الكيزان ما خلاف سياسي، لكن خلاف ديني. عاينوا الموضوع ده اول هو ما قاعد يطرح زمان. الكيزان ديل قاعدين هنا في الحكم ده زمان، الشباب الهسي انتم بتضحكوا وبتهتروا فيهم، ديل هم اللي كانوا بيصدوا لهم وهم اللي قاعدين يطلعوا في الشارع. انتم كنتوا وين زمان ذاك؟ دي ما حاجه. النقطه الاساسيه الدار اقولها، شنو خلاف سياسي؟ أنا احنا ما مختلفين سياسيين، يعني لو ما مختلفين معاهم سياسيا انت بصوره ضمنيه كانه متفق معاهم في ضربهم لاخواتنا في جنوب السودان وفي دارفور، ومتفقين معاهم في كل القتل والتشريد الحاصل وكل الانتهاكات السياسيه الحاصله. دي اختلاف ديني شنو؟ انتوا الدين ده انتوا تفصلوا الدين عن السياسه، ولا هو الدين عنده فرق من السياسه عندكم؟ ما كل واحد. الحاجه الثانيه الحاجة دار أقولها يا أخي، ما 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 تكذبوا يا أخي، ما تكذبوا ما تكذبوا. محمود محمد طه هذا منو قال لكم إنه قاعد قال الكلام ده؟ ها؟ عاينه. الخم ما بينفع، الخم ما بينفع. الناس مفترض تمشي تطلع على الكتب اللي كتبها محمود محمد طه، وبعد ذاك تجي تقول الكلام. أول شيء محمود ما قال إنه الإنسان بيبقى الله، ولا قال الانسان الكامل هو بيقى الله. دي حاجه يا جماعه، هاي هاي خلوه كمل الكلام بتاعي، ما تقعدوا تهتروا. هسه لو دارين بديكم الكتب بتاعك، لكن ما تقعدوا تقضوا. هسه اوريكم، لا دقيقه انا اتمني قاطي دي، وقبل ما اطلع بوريكم الكتب دي ظابط. قبل ما اطلع الحاجه دار اقولها شنو؟ محمود قال انه الانسان ما بيبقى الله نهائي، لانه الله مطلق والانسان
الإنسان ناقص. عشان كده محمود أول الآية بتاعت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك قدحا فملاقيه، قال ملاقات الله دي ما بتجي بقطع بقطع المسافات، لكن بتجي بالتغرب من الصفات، وصفات الله هي صفات مطلقة وصفات كاملة. عشان كده الإنسان ده ماشي في سير سرمدي في التطور، لكن قال إنه الله ده طالما هو مطلق الإنسان لا يمكن إنه يبقى مطلق. كويس، الإنسان قال ماشي يتطور في الأخلاق، أخلاقه بتقرب من الأخلاق والصفات بتاعت الله الرحيم والعطو والآيات دي والصفات دي، لكن النهاية ما قال إنه الإنسان بيبقى الله، وده كلام فارغ وكذب منكم بس يعني. دي حاجة، لأنه قال الإنسان أخلاقه على طرف النقص والله أخلاقه على طرف الكمال. الحاجة الثانية، ثاني قال إنه محمود شنو؟ محمود قال الإسلام رسالتين، إنه محمد هو صاحب الرسالة الأولى ومحمود هو صاحب الرسالة الثانية. ده منو قال كده؟ أنتوا بتكذبوا نهارا جهارا كده، ما بتخجلوا ولا بتتقوا الله نهائي. محمود قال شنو؟ محمود قال إنه في مستويين من الخطاب، من الخطاب. الرسالة الأولى قال نشأت في البيئة بتاعت القرن السابع الجاهلي، نسبة لأنه الفترة دي كان المجتمع مجتمع قاصر، تم إرجاء الآيات اللي هي بتاعت الآيات المكية، وتم التشريع للآيات المدنية، وقال الآيات المدنية غرض الدور، وقال الرسالة الثانية هي للإنسانية جمعاء. ما قال إنه هو صاحب الرسالة الثانية، عشان ما لو تكذبوا سهل إنتوا بتخمونا نحن عينه ولا عينه. الخم الكثير ما ينفع. هسه أنا بوريكم الكتب دي هنا، والمتداخل قال إنه عين هاي إنتوا قايلين نفسكم قاعدين وين؟ أنا دخلت هنا وخلوني أكمل فرصتي وبديكم لا قبل ما أطلع وريتكم تاني فيه. أنا بديكم الكتب دي، لكن الليلة ده الزول المتحدث ذكر ما جاب لي محمود قال الليلة هو قال الرسول الثاني الرسول الرسالة الثانية، وقال إنه الإنسان بيبقى الله. أنا مين هنا ده ما طالع أوريكم الليلة بس أنا بوريكم، خليكم معي. أنتوا ما شفتوا حاجة بالمناسبة، أنا جايكم هاي أقفوا. أديكم شنو؟ كويس، ما أنا أعزيكم والله. طيب يعني أنا أقرأ للناس ها؟ الكتاب الأستاذ محمود محمد طه عنده كمية من الكتب كويس. أجيب عنده كتاب اسمه الرسالة الثانية من الإسلام، قاعد أنا بوريكم كتاب الرسالة الثانية من الإسلام ده. أجيبه ما تقول الرسالة الثانية من الإسلام، هذا الكتاب اسمه الرسالة الثانية من الإسلام، شايفينه؟ دقيقة، ده الرسالة الثانية من الإسلام. كيف نجيب لكم مالكم انتوا جايطين فيه؟ لسه الزمن قاعد ونحن قاعدين. انتوا شنو مفسر وما فسر؟ عينه هنا عينه كذا موجود استكينوا كده.
قوم تعال اقرا اقرا الكلام. اصبر كيف اقرا السنه والتشريع. عاينوا يا جماعة أنا مسكت كثير من الزمن لكن أنا شنو أنا تاني داير فرصة يعني الزول ده هو يرد وأنا أفتش الموضوع ده يا أخش عاينوا أنا بديه يرد تاني أديني فرصة أقول الكلام ده في تمام هتديني فرصة ولا ما هتديني عندك الفرصه ما هو عين هسه عندك الفرصه قول الكلام انا عندي الفرصه كويس تفضل محمود قلت لكم ما قال انه هو رسول الرساله الثانيه والكلام ده قاعد في الكتاب هنا وهسه انا ببحث وبطلعه لكن انا ما داير اجر زمن في انه ناس دايرين يداخلوا في ناس دايرين داير يداخلوا لكن انا قاعد هنا وببحث الكلام ده ويديني فرصه ارد وفي الاخير خلوا الكذب ده يعني محمد طيب قول شنو مقولة لمحمود قال نحن قال لا نلوم رجال الدين على عدم الفهم ولكن نلومهم على عدم الصدق والكلام ده ما متوفر فيكم انتوا ناس ما صادقين بس هسه طلع لي محمود قال الكلام ده وين وانا اقعد هنا ده واطلع لي قلت اديه الفرصة يلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهدف من هذا المنبر هو إحقاق الحق وإبطال الباطل وليس الانتصار لأنفسنا معاذ الله أو الانتصار لطائفة دون طائفة أو جماعة دون جماعة وإنما الانتصار لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحب يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال آخر نقطة قالها من الموبايل قال إنه عنده إنه محمد طه قال أنا ما رسول الرسالة الثانية وعدنا قال موجود هنا في موبايل وما طلعوا وقال حيقعد يفتشوا لحد ما يطلعوا. ده بالنسبة لإنه محمود قال أنا ما رسول الرسالة الثانية نحن بنطالبك إنك تطلعوا. ده الموضوع. النقطة الثانية الكذبنا فيها وركز انه احنا كذابين وغال محمود انه جماعه ليس شنو كده في رجال الدين انما انهم ما صادقين. ايوه طيب امسك كده جيب البوكجه وانا لا جيب البوكجه جيب البوكجه. طيب النقطه الكذبنا فيها وركز عليها شديد قال محمود ما قال الانسان هو الله. امسك المايك ده واحد ده الكتاب بتاع محمد طه بشحمه ولحمه ودمه وعظمه. اما الجوال بتاعك ده عندنا ما معتمد شكل. انت لما طلعت الجوال انا برضو طلعت الجوال جوال حديد لاقى حديد لكن يا مولانا نحن عندنا شنو كتب بتاعت شيخك ذاته قال انت ذاتك ما عندك. قال محمود ما قال الانسان الله ده كتاب الرسالة الثانية للإسلام ده كتاب الرسالة الثانية للإسلام تأليف محمد طه الطبعة الخامسة ده الكتاب الأصل ما الجوال التلفون في الصفحة 90 دقيقة يا ناس صبروا شوية أقعد طيب الصفحة رقم 90 محمد طه يقول نشوفني أنا كذابين ولا أنت ومحمود بتاعك. قال محمد طه فهنا يسجد القلب أبرد تقرأ أفضل قال تقرأ براك أفضل طيب قال هنا أبا يقرأ أنا مالي أمالو قال هنا يسجد القلب هنا يسجد القلب وإلى الأبد بوصيد أول منازل العبودية فيومئذ لا يكون العبد مسيرا وإنما هو مخير ذلك بأن التسيير قد بلغ
به منازل التشريف فأسلمه إلى حرية الاختيار، فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله معاوضة لفعله، فيكون حيا حياة الله، يعني العبد اللي بيعبد الله ده، وعالما علم الله، مش ماشيين صح؟ ومريدا إرادة الله وقادرا قدرة الله ويكون الله. اثنين نمرة اثنين، دقيقة بس، براحة 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 براحة، طيب براحة براحة، خليك ما مشكلة، خلي أجيك ما مشكلة أجيك. ده كتاب، ده كتاب أدب السالك، طبعا ده معروف لكل الجمهورين في الدنيا كلها، إذا أنت طبعا ما بتعرف الكتاب ده يبقى أنت ما جمهوري. طيب، وواحد المرة اللي فاتت هناك ويتكلم عن الكتاب ده وقال قريته، ده بعمة صح؟ طيب، كتاب أدب السالك في طريق محمد الإخوان الجمهوريون. طيب، الصفحة رقم 27. طيب، حق الجمهوريين، من رسائل الجمهوريين، وده تأليف محمود محمد طه. طيب كويس، ده حق الإخوة الجمهوريين كلهم متفقين عليه. أما حق محمود محمد طه براوة القبيل شنو؟ طلعناه وأنت قريته بنفسك، قلت كذابين، محمود ما قال الإنسان الله، قال ويكون الله عديل. الموضوع انتهى، لكن دي زيادة، عرفت كلامي؟ طيب، قال وقلب الإنسان الكامل جسده معمور بذكر الله، فهو بيت الرب وهو معمور بذكر الله، لأن الإنسان الكامل هو الله. الصفحة 27. طيب، كذلك الصفحة 8، برضو كلام طويل في نهاية الكلام، إن الإنسان الكامل هو الله، والله هو الإنسان شنو يا جماعة؟ الكامل. قال في صفحة رقم 8 وصفحة رقم 29 وصفحة رقم 42 كلها فيها نفس الكلام، إنه الإنسان الكامل هو الله. والكتاب ده بتاع أدب السالك ده من الكتب الكفروا بها محمود محمد طه والخمسة المعاه ولا الستة ديك، وحاكموهم بالردة. بعد ذلك قالوا تبنا ورجعوا في الظاهر، طبعا محمود محمد طه أبى يتوب من الكفر بتاعه وعدموه. ده من الكتب أثبت محمود ذاته في محكمة الردة، خش النت أفتح محكمة الموضوع تعاد محمود محمد طه، ده من الكتب اللي قراها القاضي. ومحمود محمد طه في حياته وأثناء القضية المحكمة قبل ما يقتلوه أقرب الكتاب ده. أنت ما تجي الليلة تقعد تنكر، هذا موجود بالفيديو محكمة محمود محمد طه. بعد ذلك قال طيب إذا نحن يا جماعة شنو؟ ما كذبنا والحمد لله، أنت كلامك هو الما صحيح وكلام محمود محمد طه هو الكلام الكذب. الرد يا جماعة لأنه هل العبد يبقى الله؟ ممكن يبقى الله كان إنسان كامل ولا عاطل؟ هل بيبقى الله؟ ما بيبقى الله، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد، جزاك الله خير، الله الصمد، فالله عز وجل واحد أحد، ما يبقى أي أحد يشبه الله ذاته، لأنه ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، بعد ذلك قال الآيات المدنية دي قضت دورة، ودي كلمة خطيرة جدا قالها الزول المناقش ده. الآية قال الآيات المدنية قال طيب، ما أنت الآن ثبت إن قلت نحن قلت محمود محمد طه ما قال الإنسان الله وريناك، يعني ثبت الكذاب منه، معلش. طيب، قال الآيات المدنية قضت دورة، وده كفر يا جماعة، لأن القرآن كله كامل، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وربنا كفر الناس اللي قالوا بنؤمن بجزء من القرآن زي محمود محمد طه ده برضو قال كده، وجزء ما نؤمن به، والكلام ده قالوا القراي برضو، وقاعد يرددوا اللي يمد لف بيه حايم بيه في البلد دي، بيقول القرآن المدني ده فيه الجهاد وفيه قاتلوهم، وده نحن ما دايرينه، زي اللي قال الواد بعمة هنا الجمهوري تذكروا؟ أبسبحة طويلة ده ولابس لعمة، قال نفس الكلام ده برضه، الكلام ده كفر. ربنا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ففي ناس
دايرين جزء وما دايرين جزء من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال ده كفر بالله. وأجمع العلماء أيها الإخوة الطلاب الأفاضل كل علماء الإسلام إنه اللي بيكفر بحرف واحد، حرف واحد، حرف مش قرآن، يقول القرآن المدني كل ما دايره، حرف واحد من القرآن كفر بكل القرآن وكفر بالله سبحانه وتعالى. حرف واحد بس تكفر به، كفرت بكل القرآن. وشوف بنو إسرائيل واليهود ربنا قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، زادوا حرف واحد قالوا حنطة. ربنا قال فبدل سماهم مبدلين، الذين ظلموا سماهم ظالمين قولا غير الذي قيل لهم. والعقاب ده كله إلى آخر الآيات في ناس زادوا حرف واحد في كلمة وأمر ربنا أمرهم به ويقولوا كلمة واحدة. فكيف بناس يقولوا ما دايرين القرآن المدني كله، أو يقولوا ده أدى دوره وانتهى؟ ده كلام باطل من أبطل الباطل. ودليلكم على الكلام ده شنو؟ كده إذا درنا ناقشكم بعلم وبمنهجية، دليلكم على الكلام ده شنو الجمهورين؟ ما هو الدليل؟ إنه القرآن المدني أدى دوره وانتهى. ما هو الدليل؟ عندك دليل من القرآن أو من السنة؟ نتحداك من هنا ليوم القيامة تجيب لنا دليل واحد إنه ربنا قال إنه القرآن المدني ده تاني ما نافع، زي ما قاعدين يقولوا ناس القراي وغيره من الجمهورين. وأنا هنا أنبه الطلاب الأفاضل إنه أسوأ منهج غايته أنا بعرفه موجود في البلد دي هو منهج الصوفية ومنهج الجمهورين ديل، اللي هم أصلا منهجهم ده منهج محي الدين ابن عربي صاحب فصوص الحكم، الكان بيقول عن الله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة. عشان كده هم جايين الليلة يقولوا الله هو الإنسان شنو الكامل، والإنسان الكامل هو الله. وجايين في كتاب الرسالة الثانية يقولوا إنه العبد يبقى حي حياة الله وقادر قدرة الله وعالم علم الله ومريد إرادة الله ويكون الله، العبد يكون الله. وقريت لك الكلام عرفته؟ طيب أول حاجة عالم علم الله ده باطل، لأنه ربنا قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قادرا قدرة الله ده باطل، لأنه ربنا هو الواحد وهو الوحيد الذي على كل شيء قدير. قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله، ما إنسان كامل ولا غيره، أن الله على كل شيء قدير. فربنا هو القادر على كل شيء، وما في إنسان يقدر يا جماعة يكون مريد إرادة الله إطلاقا، ما تقدر. وربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئتك تابع لمشيئة الله، وإرادتك تابع لإرادة الله، وعلمك ده ولا شيء. شكد الخضر عليه الصلاة والسلام لما جاء عصفور، والحديث في البخاري، جاء عصفور أخذ له نقرة من البحر. شو العصفور حيكون شال حتة صغيرة قدر كيف بالمقابل بتاع موية البحر كلها. فنظر الخضر نظر ومعه موسى عليهما الصلاة والسلام، قال يا موسى ما علمي وعلمك، شوف ده الأنبياء اثنين، ما علمي وعلمك، يعني علمي وعلمك اللتنا لو جمعوهم، في جانب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. أي محمود محمد طه يقول الإنسان يكون عالما شنو؟ علم الله، لأنه داير يدخل نفسه هنا. والكلام ده كله إنه العبد بيكون الله، ده كله محمود محمد طه في النهاية بمجد بين نفسه هو، لأنه محمود هو اللي قال أنا وصلت مرحلة كل التكاليف سقطت، حتى الصلاة سقطت عني. والإنسان قال بيصل مرحلة ياخذ دينه من الله بلا واسطة، يعني ما محتاج رسول. طبعا ناس يجي ناطي يقول وينه وكذابين، جيب كتاب الصلاة بتاع محمود. ده كتاب رسالة الصلاة بتاعت محمود محمد طه، مش دي ولا برضه كمان؟ ما هي انت ما عندك كتاب، كتاب حقك انت ده، حق شيخك ده مش جمهوري، ما عندك، مطلع الموبايل شغال كده وما لقى في الموبايل، في الموبايل ذاته ما في. انا بجيب كتابك برضه دارتكوري ولا؟ انا ذاته بحتار من النازل
ومن العلمانيين اللافين في الداخليه دي. يا اخي نحن بنقرا كتبنا القران، طيب بنقرا كتبنا القران والسنه وصحيح البخاري ومسلم وابو داود والترمذي، ونجي نقرا كتبك ذاته كلها كفر والحاد وقله ادب كمان. برضو ما تقول لي ما في قله ادب، جيب الرساله الثانيه اوريك القله ادب بعد شويه هنا، كله قله ادب. لكن خلينا في رساله الصلاه والحاجه. محمود محمد طه قال طبعا الامام دي جمهور الله فينا يا جماعه، شغالين في جامعه كردفان وين، ونحن من هنا بنصدر اعلان مجاني. لقيت اي جمهوري ولا جمهوري مقيم لهم ندوه ولا معرض تضرب في الرقم الاتي، ادي الرقم بالله يا شباب بعدين، اضرب في الرقم بتاع شباب ده 0 117 89 31 80، طوالي بنجيك بالاسعاف بتاعنا طوالي. طيب طيب ده رسالة الصلاة الصفحة 42 إلى 43، ده بتاع محمود محمد طالة ما حقه. طيب كمان تعال قول ما حقه، مع واحد هناك برضه بيشجعه قال ما حقه ما حقه، كيف ده محمود ذاته؟ أنتوا مستهبلين ولا أنتوا كتبكم ما قاريننا؟ طيب قال محمود محمد طه صفحة 42، قال من رسالة الصلاة حقت محمود محمد طه، قال محمود فلما رأى فإذا رأى المقلد يعني العبد اللي بيقلد المجود لتقليد النبي، طبعا صلى الله عليه وسلم ما في، تحداك تطلع عليه من الكتب دي كلها قريتها، عرفت كلامي؟ طيب في صفحة 42 النبي مواضع، فإذا رأى المقلد المجود لتقليد النبي، ونحن كمسلمين نقول شنو؟ صلى الله عليه وسلم جوا عينك. طيب قال فإذا رأى المقلد المجود لتقليد النبي صلى الله عليه وسلم مواضع الأقدام الإلهية، وكيف يعني مواضع الأقدام الإلهية؟ هل ربنا عنده مواضع أقدام؟ أنتم مجانين ولا شنو يا جمهورين؟ كلام ده شنو؟ قال فإذا رأى مواضع الأقدام الإلهية، ثاني دار تقريب بجد عشوف تعشوف. طيب قال فإنه يستقل بالرؤية والاتباع فيكون في آخر أمره وبفضل إتقان تقليد النبي مقلدا لله بلا واسطة النبي. يعني بيصل المرحلة طوالي بياخد بردرب طوالي بياخد بدون في النبي ذاته. ده كلام منو يا جماعة؟ ده كلام محمود محمد طه. وقال العلماء كما نقل لإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الفرقان، قال خلاصة الكلام من زعم أنه يأخذ علمه من الله بلا واسطة الرسل فهو كافر باتفاق الفقهاء، كافر باتفاق الفقهاء، أكفر من اليهود والنصارى، أكفر من اليهود والنصارى اللي بيقول الكلام ده. مش ربنا قال عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، اللي بيقول كلام محمود ده أكفر من اليهود وأكفر من النصارى. صفحة 42. طيب كذلك الصفحة رقم 48، الصفحة رقم كم؟ 48. محمود محمد طه بيقول وسيكون دخول أمم المدنية، دخول أمم المدنية الغربية الحاضرة الإسلام ضربة لازم، أها، وسيبدأ إسلامها من الإسلام الذي هو بداية، ثم تمر على مرتبة الإيمان وهو مقام أمة البعث الأول، ثم يضطرد ترقيها بوسائل العبادات ووسائل المعاملات وعلى قمتها الصلاة حتى تترقى برقى أفرادها إلى مرتبة الإسلام التي لم يحققها إلا أفراد من لدن آدم، وقد قصر عنها، عن شنو يا جماعة؟ عن الإسلام، وقد قصر عنها حتى بعض الأنبياء. محمود محمد طه قال في أنبياء ما مسلمين، ما مسلمين يعني شنو؟ يعني كفار. بعدين أنا أتعجب والله، لسه داري غالط، أنت عندك موبايل وأنا عندي كتب شيخك يا زول، عرفت كلامي؟ طيب الصفحة 43 من نفس الكتاب رسالة الصلاة، الكتاب ده محمود محمد طه بيأيد كلام الصوفية اللي بيقولوا إنه تصلي صلاة الصبح ما الفجر.
تصليها في أول العصر بغادي، عرفت كيف؟ وما تتوضوا غيره في صفحة كم؟ 43. قال وكمان سمى الزول اللي قال الكلام الكفري ده سمى المربي الحكيم، واعتقد كلامه محمود محمد طه في الصفحة رقم كم؟ 43. قال يذكرني هذا الحديث بأبياتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال يذكرني هذا الحديث بأبيات المربي الحكيم. أول حاجة ده ما حديث، ده آية في سورة الزاريات، ده محمود هسا كذابنا ولا محمود؟ آية 56. طيب المهم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يذكرني هذا الحديث بأبيات المربي الحكيم شيخ الطائفة الصوفية أبو القاسم الجنيد، والجنيد ما بقول كده. طيب المهم إذ يقول تطهر بماء الغيب، ده الكلام اللي بأيد فيه محمود مسمي القائل مسميه مربي حكيم. قال تطهر بماء الغيب إن كنت ذا سري، وإلا تيمم بالصعيد وبالصخر، وقدم إماما كنت أنت إمامه، وصلي صلاة الفجر في أول العصر، فتلك صلاة العارفين بربهم، فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر. ده كفر ولا ما كفر؟ الله قال صلاة الفجر دي الصباح، ده الناس محمود قالوا صلوا وين؟ في أول العصر، وقال دي صلاة العارفين ذاته. عشان كده يا جماعة محمود ده ما كفره تكفير سياسي، محمود كافر. والكلام ده إذا ده ما كفر تاني ما في كفر أبدا. زول يقول الله العبد بيكون الله، والله هو الإنسان الكامل، إذا ده ما كافر ورونا الكافر منه. كافر محمود محمد طه، عرفت كلامي؟ وما كفرنا نحن، كفر بمحكمة عديل حكمت عليه بأنه كافر وأقاموا عليه الحد وانتهى موضوع. طيب ده موضوع. بعد ذاك قال الناس دي كلها، ده بعد ذاك بشتم في الطلاب الأفاضل الأكارم، بشتم فيهم. قال الناس دي كلها جاية تضحك بس لأنه ما عندها موضوع إلى آخره. ديل ما انتوا يا جماعه جايين تضحكوا ساكت؟ نازل ناس جايين يستفيدوا وبيضحكوا. الطلبه الافاضل ده لما يضحكوا بيضحكوا من السخافات والتفاهات زي نوعك ده اللي بيجيبه، والعلمانيين والصوفيه اللي فينا اللي بيجيبوا الكلام الباطل زي ده. عشان كده الطلبه ده اللي بيضحكوا، وانا والله مبسوط جدا من طلاب داخليه الوسط، لانه ده الطلاب واعين. قبل ما العلماني يخشوا المشايخ يردوا عليه، الطلبة بيكون ظبطوه ونجموه وضقلوه بدري بدري بفضل الله سبحانه وتعالى. والعلمانين هسه كده مستحضرين، بقى ينبذوا بالطلبة، وجانا خبر بيتحد تحد ذاك العلماني المضفر شعره اسمه ذاك، قالوا لا مادي لا في، بيخش وبيمرق في أماكن الشرطة وأماكن الأمن، يدخل يمرق زي أم العروس. قال الركن بتاع الجماعة ده اللي أبو دقيف بتاع السلفيين، خبر موثوق لا في داخل ومارق داخل ومارق، والركن ده لابو دقيف. فالنازل افلسوا، عشان كده بقى يشتموا الطلبه. يا اخي من ناحيه تكتيك تكتيك ساكت، انت بتحاول تكسب الطلبه وما تشتمه. هسه تيجي تقول الناس كلها جايه تضحك وموضوع وما موضوع، هسه كده يسمعوا كلامك كيف؟ وخاشي وديني فرصه. هسه لو اديتك فرصه الطلبه ده ما بخلوه بتخلوه؟ هسه كده كويس؟ ما كويس. طيب قال في أزمة بنزين، قال في أزمة بنزين، أي في أزمة بنزين وخبز. شفت الطلبة؟ دارينه يا جماعة زول ده؟ أقعد فضل، أقعد فضل فضل. طيب قال في أزمة بتاعت بنزين وخبز يا جماعة، أزمة، قال في أزمة بتاعت بنزين وخبز. يا ناس هل نحن، طيب الزول ده قال نحن جاي يتكلم معانا، نحن قال في أزمة بتاعت بنزين وخبز، ودي المتاجرة بتاعت العلمانيين بالمناسبة. يا ناس أزمة البنزين والخبز دي تقول لنا نحن ولا تقول لنا ناس القراي؟ عرفت كلامي انت ولا كيف؟ ناس الحرية والتغيير منو؟ نحن؟ أجاب أزمة البنزين والخبز منو؟ نحن؟ جبتوا انتوا لخبطتوا الدين كله. داك طلع كمان علي بليد، وداك قال دايرين اللواط، هذا ما بيجيب أزمة بنزين وخبز، ده ما حرية وتغيير معاك سوى وسوى، تقدر تتفكى منه؟ قال دايرين اللواط، قال عشان أمريكا ترفع غايمة السودان من غايمة الإرهاب،
اسالكم بالله العلاقه بين اللواط وغيمه الارهاب شنو؟ ده الناس الحريه والتغيير. عشان كده يا جماعه الناس جاوا لانه في ناس زي العلمانين ديل بيحاربوا في ربنا سبحانه وتعالى ويجي يقول لنا رايكم شنو في ازمه البنزين والخبز؟ والله ازمه صعبه خلاص. ده انا بتسالنا؟ شوف الناس المستعبدين كيف؟ زول يقتل الكتيل ويمشي في جنازته. يا ناس جابوا الازمه نحن جبنا الازمه؟ نحن جبنا ازمه؟ نحن طرف في ازمه؟ ما انتوا قلتوا مدنيه او دي الناس جاعوا عينهم طلع ذاته بالمدنيه بتاعتك دي. طيب فاشلين يا اخ. وبيقول العلمانيين ما قادرين يودوا وشهم من الناس وين؟ او امبارح الشيوعيين 16 نفر طالعين لهم قال مظاهره قالوا شنو؟ لا 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 بتاعت الجوع. لا ايوه الجوع ولا الكيزان الجوع يعني دايرين شنو؟ خايفين الشارع يطلع عليهم. قالوا نعمل خطوه استباقيه ونقول لهم اصبروا على الجوع ولا الكيزان. عرفت ولا علمانين ولا كيزان؟ في شنو يعني؟ حريه وتغيير الحاصل الحمد لله يتكشف للناس كله، صح ولا ما صح؟ كله اتكشف. كله اتكشف للناس بفضل الله عز وجل. واول ما جو ناس انا بتكلم عن الحريه والتغيير كحزب. اول ما جو مسكوا الدين ده بس حاربوا حرب شديده جدا. ما نبذوا الدين ونبذوا الاسلام وطلع ذاك الملحد ذاك مش شفته؟ مين ذاك؟ طلع قال المشكله قال ما في المسلمين، المشكله في الاسلام ده ذاته قال. ونبذ الصلاه قال الصلاه دي ذاتها عباره عن شنو كده ما عارف. والماحق ده كلامهم عرفته؟ فالنازل هم المجرمين العلمانيين ديل الان. وهم الحمد لله رب العالمين ربنا كشفهم لجميع السودانيين بفضل الله سبحانه وتعالى. جاي تقول لي احنا ازمه بنزين وخبز؟ طيب بعد ذا قال انا بديك انت تقول رايك عشان تدخل في فتيل هنا. انت 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 هاي فرصه مفتوحه للحوار والنقاش. تفضل. جزاك الله جزاك الله بالراحه بالراحه تفضل. طيب الواد ده قال هو سنتين قال ما استفاد اي حاجه. طيب سنتين مبارين ليه؟ اذا انت ما استفدت حاجه من اول ركن والركنين وثلاثه ما تبارينا سنتين. قال خلافنا مع الكيزان. وما مع الكيزان؟ احنا عارفين موضوعنا مع الكيزان واحنا اللي قاعد نرد على الكيزان. ما في اي علماني بيقدر يرد على الكيزان اطلاقا. ما في يو كلامكم كله اكلوا وسرقوا اكلوا وسرقوا. لكن احنا بنبين لك منهج الكيزان منهج فاسد. زي ما محمود محمد طه هنا قال في انبياء ذات ومسلمين سيضغطوا. شيخ الكيزان سب الانبياء. جيب كتاب التصوير الفني لسيد قطب عرفته؟ نحن بنناقش الكيزان نقاش علمي وبنقول لك منهجهم فاسد من اصله فاسد. لكن انت ما بتقدر. في الصفحه رقم 200 من هذا الكتاب كتاب التصوير الفني في القران ده نقاش الكيزان بيكون كده. لكن انت تقول اكلوا وسرقوا بتاع ده ما كفايه لانه هيقول لك ما اكلت بس. طيب وهو اكل. قال في الصفحه 200 قال سيد قطب لناخذ موسى انه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. ده بيتكلم عن منا يا جماعه عن موسى عليه الصلاة والسلام. وربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وربنا قال عن موسى عليه الصلاة والسلام وكلم الله موسى تكليما. عرفته؟ فديل برضو مجار ما زيكم واحد. لكن انت ما بتعرف ترد على الكيزان. نحن نتمنى ذاته كوز يجي عشان نوريك بناقش الكوز كيف ان شاء الله بصوره علميه مش جوطه ساكت وهرطقه. فرصه مفتوحه.